خير ابو حمدي؟ شوفي شو خير؟ يعني صار لي ساعه عم عيط لك، وينك؟ ما سمعتي؟ لا ساعة ولا معة، أول ما سمعتك عيطت لي جيت رأسا لعندك. المهم ليش معصب؟ من شوي سمعتك وأنت عم تغني ومبسوط، ما شو اللي قلبك هيك؟ وين التفاحة اللي كانت هون؟ ليك هون قدامك. لك شو مفكرتيني أعمى ما بتنص؟ أنا ما عم أسألك عن الشجرة، عم أسألك عن التفاحة اللي كانت على الغصن هذا هون. ليش هون كان في تفاحة؟ إيه كان في تفاحة، وتفاحة هالقد قد كبيرة كمان. والله ما بعرف، الله وكيلك ما مديت إيدي عليها. لكن وين التفاحة؟ طارت؟ لا أيو، شو طارت؟ ليش التفاح بيطير؟ لا التفاح ما بيطير، بس بجوز عقلك من مخك طاير من زمان. روحي بعتيلي حمدي، بعتيلي حمدي بسرعة، لساتك هون. رايحة رايحة، بس انت يعني على شو ضايج هيك؟ لك يا خيتي خفي رجلك. طيب خير يا مو، شو بك عم تركضوا عم ترهتي؟ ابي صار له شيء؟ لا لا طمن، ابوك بخير طمن، بس معصب كثير ومتضايق وقال بده اياك. ومن شو معصب؟ ما بعرف، قال في تفاحه على الشجره ناقصه. ولي على هالنسوه، وين هو هلا؟ عند الشجره اللي زرعها جدك. امسكي يا مو امسكي. العناين، وهون كمان ناقص تفاحة، وهون كمان ناقص تفاحة بعد. أخ أنا فرجيك يا حمدي، أكيد غافلوك الحرمية بالليل ودخلوا البستان واسترقوا التفاحات. عوافي يا بي. لك وين كنت؟ وين كنت الحرمية نزلوا على البستان واسترقوا التفاحات؟ أنا ما نبهت عليك لما بيكون دورك بالحراسة تفتح عيونك مليح؟ طمن يا بي ما حدا سرق شي. شلون ما حدا سرق شي يا خيي؟ قال ما حدا سرق شي. قال شو بدك تكذبني يعني؟ من هالشجرة وحدها ناقص 4 تفاحات، والله بيعلم شو ناقص من بقية الشجرات كمان. مزبوط يا بي، ناقص 4 تفاحات بس مانن مسروقين. شوف إذا أكلتن أنت صحتين وعوافي على قلبك، بس كمان لازم تقلي مشان ما يغلى قلبي عليه. لا يا بي أنا ما أكلتن. لكن وينه؟ ابو حسين معاور رئيس المخفر كان عنده جوله مسائيه ومر لعندي، شرب كاسه شاي وقطفت له شويه تفاح وشويه عنب وحملته اياهم ونسيت خبرك. انت ضيفته اياهم ولا هو اخذهم غصبا عنك؟ لا يا بي شو غصبا عني، انا ضيفته اياهم ضيافه. اذا كان ضيافي معليش، بس اصحك يا حمدي اصحك تخلي حدا يمد ايده على شجره وحدي من شجرات البستان بدون اذنك؟ اصحك ومين ما كان يكون، مفهوم؟ مفهوم يا بي مفهوم. وثاني مرة لما بدك تضيف حدا خبرني فورا. حاضر يا بي حاضر. ماشي الحال، خلصت تحويض الأرض تحت الشجرات؟ لسه يا بي ما خلصت. لكن ليش تركت شغلك؟ مشان اجي لعندك يا بي، امي قالت لي انك عاوزني. اروح ارجع على شغلك قوام، يعطيك العافية بي. الله يعافيك يا بي. يعطيك العافية يا أبو حمدي. الله يعافيك. نعم شو بدكم؟ خير؟ ضرائب وأخذتوا، شو لكم عندي كمان؟ ما بدنا منك شي، بس جايين نسلم عليك. والله إذا جايين مشان السلام سلمتوا ومشي الحال. الله معكم، أنا مالي فاضي للأخذ والعطاء، عندي شغل. ما شاء الله، باينتوا موسم الفواكه عندك شي كويس كتير السنة يا أبو حمدي. نشكر الله ونحمده. وسمعت كمان انه طعمة الفواكه غير شكل عندك السنة. نشكر الله ونحمده. وسمعت انه كمان هلأ شو بدك تعمل لي اياها كويني يعني؟ سمعت وما سمعت؟ انا مالي فاضي الله يرضى عليك اسمع شيء، عندي شغل الله يرضى عليكن. لا لا يا ابو حمدي لا، هيك بتستقبل ضيوفك؟ نعرفك غير هيك، نعرفك انسان طيب وشك حامي للضيف، فليش عم تقلعنا؟ هلأ ممكن اعرف بالمختصر المفيد، شو بدكين؟
اشتقنا لك وجاي نشرب كاسة شاي عندك. يعني ولو اني ما بحب شوفتكن ولا القعدة معكن، بس اهلا وسهلا، اتفضلوا لشربكم كاسة شاي، تفضلوا. تفضل ابو تيسير. يسلموا هالديات يا حمدي. تفضل ابو حسين. شكرا يا حمدي. تفضل يا ابي. لا بيي ما بدي اشرب، اشربها انت. شايات معتبرات. صحتين وانا. ما شاء الله هالبستان حامل من عيونه. نشكر ونحمده على خيراته. ويا ترى شلون طعمة هالتفاحات؟ طيبين وزراف مثل شكله؟ قوم يا حمدي انت وابو حسين حوشوا لنا سحارتين تفاح لحتى ندوقه. تامر ابو تيسير. وقف عندك! اصحك تمد ايدك على تفاحة واحدة، والا قسما عزما بضربك بها المجرى في ضرب بشعل الله ما خلقك. لك شبك لك ابو حمدي؟ شو نسيت فين نحنا؟ لا والله ما نسيت، انت رئيس المخفر وهذا معاونك ابو حسين، ومفروضين على الضيعة فرض. يعني هلق اذا قلعوكن من الخدمة بجوز ما تلاقوا واحد يقولكن مرحبا او يعزمكن على كاسة شاي. الله عليك يا ابو حمدي، شو حكاتك زراف. يلا ابو حسين، يلا حمدي، روحوا عبولنا شي سحارة تفاح حتى ندوقن. شو بكن واقفين؟ يلي بمد ايده على تفاحة واحدة بدي اكسر له اياها وحمله اياها. لا يا ابو حمدي، هيك راح تخليني ازعل منك. ها وانت بتعرف قديش زعلي صعب. بتزعل بترضى ما بيهمني، جدي الكبير دفع حياته ليحمي هالبستان وما يخلي حدا يمد ايده عليه. شاف مرة واحد من الجندرمة عم يسرق تفاحة واحدة، بتعرف شو عمل فيه؟ شو عمل؟ دحش له التفاحة بتمه دحش وخنقوا فيها. سمعان بهالقصة، ويوم تعدموه لجدك الكبير من شان هالجريمة، وراح بكيس حاله من شان شقف التفاحة. وأنا حياتي بعد ما هي أغلى من حياة جدي؟ عم تفهم هالحكي يا أبو تيسير؟ طول بالك يا أبو حمدي، الشغلة ما وصلت لهون. بعدين سحارة التفاح ما رح ناخذها لنا. كل ما هنالك إنه القائم مقام سمع عندك بستان تفاح ظريف، فوكلنا بمهمة إنه نجيب له سحارة من عندك لحتى يدوقها. وأنا برأيي ما إلك مصلحة تزعل القائم مقام. شوف يا أبو تيسير، لا تهدد، أنا ما بخاف إلا من يلي خلقني، وما حدا بيزعل من الحق، والقائم مقام ملوش حق عندي أبدا. الضرائب عم أدفع لكم إياها أول بأول، وغير هيك ما لكم عندي شيء. روق أبو حمدي، خلص ما بيصير إلا اللي بدك إياه، وما رح ناخد حبة تراب إلا بعد إذنك وخاطرك. فإذا بتتكرم علينا بسحارة التفاح بيكون يكتر خيرك، وإذا ما بتتكرم علينا كمان يكتر خيرك. ها هلق صار الحكي غير شكل. يا حمدي الله يرضى عليك، روح عبي ثلاث سحاحير تفاح، واحدة للقائم مقام وواحدة لأبو حسين وواحدة لأبو تيسير. روح. حاضر يا بي. لك يا هيك الكرم يا بلا، ولك على عيني شواربك. ماشي الحال، بس تعبوا سحاحير خذوهم وتيسروا، انا بدي ارجع اسقي المزروعات. لك الله يعطيك العافيه. حطهم هون يا ابني، حطهم هون. ايوه يلا روح شوف شغلات. يخرب بيته معي بس راسه، العمى بقلبه العمى، انا بحياته ما حدا قال لي هيك كلام. انا نبهتكم على الشغله سيدي، بس انتم ما رديتوا علي. هذا ابو حمدي ما ممكن تاخذ منه التفاحه من بستانه غصب عنه، يمكن تشلحوا البستان كله بالكلمه الحلوه والمسايره. لك على قد ما هو جلف ومبين عليه بخيل، على قد ما هو قلبه طيب وكريم. يتكرم ويتباخل على كيفه مع غيرنا مو معنا. ولك بتعرف اذا سمعوا الفلاحين بقصتنا مع ابو حمدي شو بصير فينا؟ ليش شو رح يصير سيدي؟ ببطل حدا يحترمنا، وما عاد حدا يحسب لنا حساب، وبهالصورة بيعرف القائم مقام بيقوم ببدلنا وبيجيب غيرنا. أنا ما حسبتها هيك يا أبو تيسير. ما بده يكون عندك مخ تحسب فيه؟ لسه حامل لي هالبطيخة على كتافك على الفاضي. وهلا شو ناوي تساوي يا أبو تيسير؟ لازم اكسر شوكة أبو حمدي بأي ثمن. بس أبو حمدي شوكته قاسية. لا يا أبو حسين، كل زيتونة وإلى معصرة تعصرها، لا تخاف. دخيلكم يا أبو تيسير، جاجاتي. شو بجاجاتك ولا؟ يا سيدي ابني الصغير نسي باب الإن مفتوح، أبو الجاجات طلعوا وسرحوا، وفي ناس شافوهن إنه فايتين لحوش المخفر. بقى بترجاك يا سيدي رجع لي إياهم، لأنه ما عندي غيره، صلي سنة عم ربيهم مشان أعيش من بيضهم.
بس أنا ما شفت دجاج بحوش المخفر لما فتت. أنت شفت دجاج يا أبو حسين؟ أبدا سيدي أبدا. يا سيدي بس في أكثر من واحد أكدوا لي إنه الدجاجات فاتوا لحوش المخفر. إذا كل هالقد متأكد إنه دجاجاتك بحوش المخفر، اطلع دور عليهم، الحوش كله قدامك. دورت سيدي، دورت أكثر من ساعة، ما لقيت شيء. معناته يلي حكى لك كان عم يكذب عليه. طيب يا سيدي، دجاجاتي وينه؟ شو بيعرفني أنا ولا؟ شلون شو بيعرفك يا سيدي؟ مو أنت مسؤول عن أمن الضيعة؟ هيك اختلف الموضوع. إذا كنت جاي لهون لتقدم شكوى إنه دجاجاتك ضاعوا وبدك منا ندور لك عليهم، مندور لك عليهم، وبس نلاقيهم منسلمك ياهم من عيننا هي قبل هي. ما هيك يا أبو حسين؟ مزبوط سيدي مزبوط. سيدي خدوا دجاجتين هدية مني إلكم ورجعوني الثمن الباقي سيدي. ليش أنت كم دجاجة ضيعت؟ 10 سيدي 10. آه 10. شفت شي 10 دجاجات فاتوا على المخفر عم يستنجدوا فينا يا أبو حسين؟ أبداً أبداً ما شفت سيدي أبداً. ها شفت؟ أبو حسين ما بيكذب، لو شاف كان قال شفت. أبو حسين تربايتي، أنا مربيه على الأخلاق والصدق والأمانة والاستقامة. طيب يا سيدي خدوا 3 ولا إلكم خدوا 4، أنت 2 وهو 2 ورجعوني 6 الباقيين سيدي. يا ربي ولك شو عم تحكي أنت؟ ولك أبو حسين؟ نعم سيدي. خدوا دمكم بالحبس بتهمة الرشوة. أمع سيدي امشي معك. دخيلك يا سيدي بترجع تتحطي بالحبس. أخي أنا ما ضعني شي ولا بدي شي منكم، بس تركوني روح على البيت. الله يخليك يا سيدي. لك شو مفتكر أنت دخول الحمام مثل الخروج منه لحتى نتركك هيك بسهولة تروح على بيتك؟ تروح روحك إلهي. يا سيدي أنا تحت أمركم، شو تطلبون مني على راسي من فوق؟ بس تركوني روح على البيت لأنه مرتي مصبحة ممسية بدها تولى. يعني معقولة يجي الولد وأبوه بالحبس؟ خذ هالكم جدية بصل معي غيرهم. لك شو رجعنا على الرشوة مرة تانية؟ لك شو انت ما بتستحي؟ سيدي هدول مو رشوة، هدول حلوان المولود الجديد. ها اذا هيك ماشي الحال، اختلف الموضوع 360 درجة. على كافة الاحوال مبروك وان شاء الله بيربى بعزك ودلالك. الله يعزك يا سيدي، السلام عليكم. تعال هون يا نصاب يا قليل الذمة. قلت لي دجاجتين ما هيك؟ سيدي نحن ما حكيت لكم بيت القصة، أنا حكيت لكم عن الدجاجتين بس ينفذ فيهم حكم القاضي. تعال هون أبو حسين تعال. نعم سيدي. وين بقيت الدجاجات ولا؟ عايشين سيدي عايشين. اليوم بتبعت لي إياهم على البيت ها؟ حاضر سيدي حاضر. بس بتعرف لك أبو حسين؟ نعم سيدي. أنا مبسوط منك كتير. إن شاء الله على طول بتضل مبسوط مني يا سيدي. لأنه هيك أثبتت لي إنه أنت تلميذي عن حق وحقيقي. نعم. وإنه تربايتي فيك ما ضاعت سدى. بس وينك ولا؟ نعم سيدي. أوعك أوعك مرة تانية تعملها، لأنه بنفذ فيك حكم القاضي. التوبة التوبة يا سيدي ها. رئيس المخفر أبو تيسير جاي لكم سحارة التفاح يا مولاي. سحارة التفاح؟ ليش أنا معينه رئيس مخفر مشان يجيب لي سحارة تفاح؟ وين هو إلا؟ واقف برا عم يستنى الإذن بالدخول. خليه يفوت. حاضر. السلام على مولانا القائم مقام المعظم. شو هذا يا أبو تيسير؟ أنا معينك رئيس مخفر على ضيعة كبيرة مشان يجيب لي سحارة تفاح؟ مولانا سحارة التفاح هاي ما إلى علاقة بحصتكم من الأتاوات، هاي على البيعة مولانا. وين المصاري؟ موجودين مولانا. تفضل. ما كان يتقل هالكيس شوي؟ إن شاء الله الكيس الجاي بيكون أتقل وأفضل. مولانا دوه التفاح. مو جاي على بالي التفاح هلا؟ نهشة وحدة بس،
طعمتها طيب كثير وانا متاكد انه بتعجبكم. فعلا طيبه التفاحه. منين هي يا بيه؟ يا بيه شو بك؟ شو بدك؟ ليش عم تلهب؟ القائم مقام. شوفوا القائم مقام عنا. وين عنا يعني؟ اجى لعنا هو وحاجبه ورئيس المخفر ومعاونه. وشو بده القائم مقام حتى يجي لبستاننا؟ ما بعرف. ليش انا بسترجي اساله شو بدك؟ وليش لحتى ما تسترجي؟ شو هو يعني بعبع حتى تخاف منه؟ حتى ولو كان بعبع ما لازم تخاف منه يا حمدي، خليك رجال. يا بي تعال انت قابله واساله شو بده وخليني انا على جنب. طيب بسيطة، مشي معي تشوف. شرف يا بي شرف. يا أبو تيسير، أنا بحياتي ما شفت هيك شجر تفاح. شفت؟ ما قلت لكم مولانا؟ يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا يا سيدي. أهلا سعادة القائم مقام. مولانا هذا أبو حمدي صاحب البستان. أنت يا أبو حمدي فلاح نشيط، وكونك فلاح نشيط عم يطلع عندك هيك تفاح ظريف. يا سيدي نحمده ونشكره على عطاياه. أنت من زمان بيطلع عندك هيك تفاح؟ كل شيء بإرادته يا مولانا، لما بيكون رضيان علينا بيعطينا. لك حمدي، أبو حسين. نعم سيدي. لك شبكن واقفين؟ لك يلا على البستان عبوا كام سحارة لسيادة القائم مقام. لا 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 لا، ما حدا بيقطف شيء، أنا مالي جاي أخذ تفاح. بالعكس كتر خير أبو حمدي، مباري بعت لي سحارة تفاح ولسه ما خلصت. أنا حبيت يجي لهون واتفرج على البستان وبارك لصاحبه فيه. شكرا يا مولانا شكرا، هاي لفت كثير كريمة من جنابك. بكرة بس قطف الموسم إن شاء الله رح أبعت لك شي يرضيك. أنا ما بدي منك شي، هذا رزقك وانت تعبان فيه ولازم مردوده يرجع كله إلك. بس يعني إذا بتشربنا كاسة شاي ما منخجلك. إيه على عيني رح نشربك شاي، بس مو هلق، بعد الغدا مولانا. حمدي. نعم يا بي. الله يرضى عليك، فوت لعند أمك خليها تبلش بالغدا. حاضر يا بي. اتفضلوا اقعدوا يا سيدي، اتفضلوا اتفضلوا. شبكم واقفين؟ اتفضلوا، يعني اذا سعادة القائم مقام بالذات نفسه قاعد على بسيطة بشو. اتفضلوا يا سيدي اتفضلوا. عود يا ابو تيسير عود، مو وقت الرسميات هلا، بامكانك تعود. حاضر مولانا. ايه يا ابو حمدي احكي لي، في حدا عم يزعجك بيا الضيعة؟ ما حدا بيسترجي يزعجني يا سيدي. ليش؟ لاني انا ما بزعج حدا، يعني الناس بحالها، كل واحد بحاله، ما حدا له عندي شيء يا سيدي. يعني في حدا عم يتسلل على البستان ويسرق منه شيء؟ ما حدا عم يسترجع يحط رجله بالبستان من غير ما ياخذ اذن على الاطلاق. مولانا مثل ما حكيت لكم هذا جده بزمانه. مفهوم مفهوم. ابو تيسير امر مولانا. ما بدي وصيك الله يرضى عليك، هذا البستان بده تكون حراسه مشدده عليه، الطير الطاير ما بدي يقرب ناحه، وكل شيء بيعتازه ابو حمدي بتلبوا له اياه فورا. مفهوم؟ مفهوم سيدنا. فعلا يا ابو تيسير البستان بديع وسيماره أبدع. شفته سيدي؟ شفت؟ ما قلت لك رح تنبسط بشوفته؟ بس يا سيدي ليش ما خليتني حوش لك شي كم سحارة؟ حاكم هدول تفاحات زراف كتير ما بيلتقى منهم وين من كان. فعلا انت حمار اللي بتشوفه سيدي. انا حمار حمار، بس يعني يا ريت يا سيدي تقلي ليش انا حمار، بشو غلطت؟ رح اقول لك ليش انت حمار. تفضل سيدي. Thank you.
خير ابو حمدي؟ ليش نمت برا مع انه كان في قرصة برد مبارحة؟ ليش انا نمت؟ ما جاني نوم، قلت لحالي اطلع اقعد هون، قمت ظليت برا. فيها شي هاي كمان؟ لا ما فيها شي، بس يعني مالك بالعادة؟ عادة اول ما بتحط راسك على المخدة بيوصل شخيرك لاخر الضيعة، ما بتفيق الا لأذان الصبح. هلق انا اللي بشخر ولا انتي؟ ها؟ صحيح انه الجمل ما بيشوف عردبته. فوتي فوتي كملي شخيرك، فوتي هلق. ابو حمدي شبك؟ شو اللي زعجك؟ احكي لي، فضفض عن حالك بركي بترتاح. ليكون حمدي زعلك؟ حمدي؟ حمدي الله يرضى علي، بحياته ما زعلني. إيه لكن شبك؟ اخ يا ام حمدي اخ، شو بدي احكي لك؟ لاحكي لك، زياره القائم مقام امبارح لبستاننا ما عجبتني مناوب، قلبي ناقزني منها يا ام حمدي. هلا زيارة القائم مقام هي اللي قلقتك وما عم تخليك تنام وتكمل شخيره؟ لك لو كان عندك عقل يفهم كنت شرحت لك ليش خايف من هالزياره، بس شو الخواص ما رح تفهميني قد ما احكي لك. طيب احكي لي شوي شوي بركدم بفهم، بعدين انا مالي شايفه بزياره القائم مقام شي بخوف، بالعكس الزياره بتطمن كتير. ليش؟ لأنه ما سمعت بإذنك كيف وصاله رئيس المخفر يديروا بالهم علينا ووصاه ما يخلي حدا يقرب على بستاننا؟ لك قلت لك ما رح تفهمي، قلت لي بفهم. المهم قومي قومي، عملي لي جوزة متي لقلي قومي. حاضر، من عيوني أبو حمدي. يا أبو تيسير، القائم مقام الدم مني وصاك بستان أبو حمدي، فشلون بتقلي؟ أنت نفذ اللي قلت لك عليه وانا المسؤول. يا ابو تيسير، اذا ما كنت خايف من ابو حمدي خاف من القائم مقام، هذا اللعب معه مو شغله سهله ابدا. ولك يا اهبل، انا ماني عم بلعب، لك انا بعرف شو عم ساوي. بس ابو تيسير. لك خلص، نفذ اللي قلت لك عليه وبلعلك. ولا امرك سيدي. العبها بقلبك العمى، هزها يا محبوبي هزها، تفاح الشام حلو له لذة، هزها يا محبوبي. يا بي هزها. يا بي شو بك عم تلهف؟ ها شوفي، انا كم مره قلت لك لما بدك تجي لعندي لا تجي وانت عم تركض، على شو مستعجل يعني؟ المي. انو مي؟ المي اللي عم نسقي منها الزرعات. اي شو بها يعني؟ قطعوها. شو عم تقول؟ انت متاكد؟ هاي جيت من هناك يا بي. ومين يلي قطعها؟ مين بيسترجي يمد ايده ويقطعها؟ أه؟ مين؟ احكي بسرعة، فورت لي دمي يا حمدي. عناصر المخفر يا بي. انت شفتهم بعينك؟ ايه يا بي، ولما سألته ليش عم تقطعوا المي قالوا لي هيك الأوامر. أوامر مين؟ سألته ما جاوبوني، تركوني ومشوا. كان معهم أبو حسين؟ لا يا بي. معناتها الأوامر مش من أبو تيسير. طيب كان معهم أبو تيسير؟ لا يا بي. معناتها الأوامر مش من القائمة قام. والله شي بحير، من مين الأوامر اللي كان؟ يا بي ما في غير إنك تروح على المخفر وتسأل. ماشي الحال، دير بالك على البستان، أنا رايح على المخفر. حاضر يا بي. شو حمدي وين راح أبوك؟ كله تمام سيدي. حدا شافهم وهني عم يقطعوا المي عن البستان؟ حمدي شافوا سيدي. كتير منيح، لأنه هذا اللي بدي إياه أنا. سيدي ممكن تفهموني شو اللي عم تعملوا؟ هذا مو شغلك. مثل ما بدكم، مو شغلي مو شغلي. هلا بعد شوي اكيد رح يجي ابو حمدي، بفتح ادنيك ومخك شوي واسمع مني شو بدك تساوي. حاضر سيدي، اوامركم سيدي. وهي هي كل القصه، وابي راعي المخفر مشان يسال ليش قطعوا المي عن البستان. يبعث لي حمه على هالمصيبه، فعلا قلب الحر دليله لك ابني. تعرف انه ابوك ما قدر نام ليلة مبارحة وهو قلقان، كأنه عرفان انه رح تصير مصيبة بهالبستان. يا رب يا رب تجيب العواقب سليمة، يا رب يا رب. شو هذا يا ابو تيسير؟ شو هذا اللي عملته جندرمة تبعيتك؟ اهلين ابو حمدي. لك شبك شبك، قول السلام عليكم. لك يا خي جاوبني بالاول، شو هذا اللي عملوه رجالك وبعدين بسلم عليك؟ لك شو عاملين رجالي؟ اي قال يعني ما عنده خبر. ومنين بدي ادرى اذا ما حدا خبرني؟ ان شاء الله تكون ما بتعرف مشان تاخذ لي حقي.
يا سيدي اليوم اجوا ثلاثة من الجندرمة تبع المخفر وقطعوا المي عن بستاني، بقى بصير هالشغل هذا يا ابو تيسير؟ هلا هذا هو الشيء اللي زعجك ومخليك تترك بستانك وتجي لعنا؟ على فكرة شو أخبار بستانك وتفاحاته؟ معناتها إلك خبر بقطع المي أنت؟ إلي خبر وأنا اللي بعدتهم يقطعوها. أنت؟ وعم تعترف كمان؟ هلق يا أبو تيسير بتأمر رجالك يروحوا يرجعوا المي، شو مفكرين يعني؟ الدنيا فلتانة؟ طول بالك يا أبو حمدي، طول بالك، عرف السبب بالأول وبعدين عيط على كيفك. يا خيي ما بدي أسمع شيء، جيب لي المي للبستان، بعدين أنا مستعد أسمعك للصبح. ما بدك تسمع، أنت حر. يا أبو حمدي، يا أبو حمدي، اسمع شو بدي أقول لك رئيس المخفر وإلا ما راح توصلوا لحل. طيب، هات لشوف، سمعني حتى أسمعك. لك يا أبو حمدي، أنت بتعرف إنه السنة ما نزل مطر كتير، والساقية اللي عم تسقي منها بساتينك وبساتين اللي حواليك خفت ميتها، وما عاد عم توصل المي لأراضي القائم مقام، فلذلك عطانا أمر لحتى نقطع المي لبين ما يروي بستانه وأراضي وبعدين نرجع نفتح لكم إياها. يعني القائم مقام هو أمرك بهالشي؟ طبعاً القائم مقام عطاني أمر بهالشي، ليش أنا بقدر أتصرف وأعطي أوامر من عندي؟ بس هذا مو عدل، هذا ظلم. لا لا يا أبو حمدي، أنا هالكلمة ما حبيتها منك بنوب، وكرمال عينك رح أعتبر حالي ما سمعت شي وأنت ما حكيت شي. سمعت شي يا أبو حسين؟ أبداً سيدي. على كل يا أبو حمدي، نحن ما رح نقطع المي عنكم على طول، كل الشهر زمان وبترتوي أراضي القائم مقام وبنرجع بنفتح لكم إياها. شهر زمان؟ أبي يكون الزرع كله مات. لك لا يا أبو حمدي، ليش عم تفاول على زرعك؟ أبو تيسير، بدك تفتح المي على بستاني هلق وإلا بروح لعند القائم مقام وبحكي له. لاما عم تهددني؟ افهمها مثل ما بدك يا خيي. ماشي، عقلك براسك وبتعرف خلاصك، روح اشتكي للقائم مقام لشوف شو بده يفيدك. قلب روح روح. أبو حمدي، اي استنى بدي احكي معك كلمتين. شو بدك انت الثاني؟ لك ما بدي غير مصلحتك. رئيس المخفر قطع المي عن بستانك من عنده، والقائم مقام ما امره بشي. انا متاكد من هالشي، ولذلك انا رايح لعند القائم مقام مشان ياخذ لي حقي منه. يا ابو حمدي، شو بدك بهالروحه تعذب حالك طول على الفاضي؟ القائم مقام ماله بمكتبه، راح على اسطنبول مشان يحضر عرس اخته، وبيجوز يطول هنيك 10 ايام يعني، فإذا بدك تنتظره لحتى يرجع ويرجع لك المي لبستانك رح ينضر زرعك وبيجوز يموت. ليش ما تتفاهم مع رئيس المخفر وترضي؟ بعدين بتروح على بستانك بتلاقي المي رجعت لك. ارضي؟ بشو بدي ارضي؟ وليش؟ يعني ما حلك تعرف طبع رئيس المخفر، بطنه كبير وعينه ضيقة وحسود وما بحب الخير لحدا. شايف موسم التفاح عندك السنة كويس ورح يدر لك أرباح منيحة، فحب يلحس إصبعته من الأرباح، بقى زدت له قرشين وسكته فيهم مؤقتا يعني، وبعدين بس يرجع قائم المقام من اسطنبول أبقى أروح لعنده واشتكيه مثل ما بدك. أبو حمدي، هاي الشغلة ما بدها تفكير، زرعك هلأ أهم من كل شيء. وقديش بده ليرضى؟ ما بعرف، فوت لعنده واتفق انت وياه. فوت لك افوت. طيب لك افوت، خلصني. يخزي العين عنك يا ابو حمدي، هلا لحقت تروح على اسطنبول ترجع بهالسرعه؟ ابو تيسير، قل لي بصراحه قديش بدك؟ برافو عليك يا ابو حمدي، هلا بلشت تفهم وتعرف وين مصلحتك. لك يا خيي، قل لي بصراحه بدون هالمقدمات، قديش بتريد؟ مستعجل بدي اروح على البستان. انت كريم ونحن نستاهل يا ابو حمدي. طيب تفضل. شو هاي؟ ليره ذهبيه شقفه وحده. هالمره ما حسبت صح يا ابو حمدي، زرعك بيساوي اكثر من هيك بكتير. لكان قديش بدك يا ابو تيسير؟ 10 ليرات عصمليه، ليره تنطح ليره. 10 ليرات عصمانية؟ ما حذرتش منوب، أنا مستعد إلحق القائم مقام لإسطنبول ومش مستعد أعطيك 10 عصمانيات. بدك تلحقه الحقه، أنت حر. طيب ماشي الحق.
حول ولا قوة إلا بالله. خير أبو حمدي؟ أبو حمدي لك فهمني شو القصة؟ الفلاح أبو حمدي صاحب بستان تفاح يلي جنابك زرته واقف برا عم يطلب الإذن بمقابلة جنابكم يا مولاي. الظاهر طفله سحارة التفاح وجايب لنا إياها بنفسه، خليه يدخل. أمرك مولاي. السلام على مولانا القائم مقام المعظم. وعليكم السلام والإكرام، أهلا أهلا بالفلاح النشيط، شو أخبارك؟ والله يا سيدي أخباري لا بتسر لا عدو ولا صديق. لا 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 لا، خير يا أبو حمدي خير؟ البستان صار له شيء؟ رئيس المخفر يا سيدي قطعوا المي وطلب مني 10 عصمليات لحتى يرجعها. قطع عنه المي؟ وشلون هيك بيتصرف بعد ما نبهته وقلت له انه يدير باله عليك وعلى بستانك؟ هو عم يقول انه جنابكم امرتوه بهالشيء. انا امرته بقطع المي عن بستانك؟ هو هيك قال لك؟ يخرب بيته يخرب بيته، شو كذاب ومفتري. بقى يا مولانا انا جاي لعندك وكلي امل انكم راح تحاسبوه وتأمروه يرجع يفتح المي من جديد. طبعا 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 لازم نحاسبه، نحن لا نرضى ابدا بمثل هذه الاعمال الشنيعه ولا نسكت عنها. اعانك الله على فعل الخير يا مولانا. ايه يعني بس لحتى نحاسبه لازم نتاكد انه فعلا قطع المي عن بستانك، ونتاكد كمان انه طلب منك 10 عصمليات لحتى يرجعها. التاكد من هالشيء سهل كثير يا سعاده القائم مقام. ابعثوا حاجبكن لبستاني او اي حدا من رجالكن يشوفوا المي. هو شغلة قطع المي مو مشكلة، ممكن نتأكد منها بسهولة، بس شلون بدنا نتأكد انه طلب منك 10 عصمليات؟ عندك شهود؟ كان حدا واقف معكن وسمعه هو عم يطلب العصمليات؟ لا ما كان في حد. لا هيك ما صار في مشكلة، لانه اذا بعثته انا وجبته لعندي وسألته اكيد رح ينكر، وساعتها ما رح نقدر نوصل للحقيقة. الحقيقة يا سيدي هي مثل ما عم احكي لك، انا مستحيل اكذب يا سيدي ومالي مصلحة افتري على رئيس المخفر. شوف هو انا عندي طريقة قادر اكشفه وامسكه بالجرم المشهود اذا كان مذنب، بس اذا كان لنفرض طلع بريء ممكن ساعتها يتهمك بالافتراء. صدقوني يا مولانا انه طلب مني مصاري، اقسم بالله يا سيدي. انا مصدق مصدق يا ابو حمدي مصدق، بس لنفرض جدلاً 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 لنفرض يعني إذا طلع بريء أنت مستعد تدفع له شرفية؟ مستعد أعطيه اللي بده إياه إذا طلع بريء. بس قولوا لي جنابكن الأول، شو هي الخطة يلي راح تكشفوا فيها يا سيدنا؟ شوف يا أبو حمدي، نحن راح نعطيك من عنا هال10 عصمليات، وراح نبعث معك 2 من رجالنا حتى يكونوا شهود معك من غير ما يدرى فيهم رئيس المخفر. بتروحوا لعنده وبتفوت انت بتعطيه المصاري، وهن بيوقفوا على الشباك وبيتفرجوا وبيشوفوا شو رح يصير، منشان بعدين يشهدوا بالحق وباللي شافوا. انا موافق ومستعد اعطيه الشرفيه يلي بده اياها اذا طلع بريء. يا حاجب أبو حمدي حبيب القلب، ولك 100 أهلين وسهلين فيه، لك أنت أحلى فلاح بهالضيعة. خير؟ في حدا معتدي على بستانك لحتى جاي لعندي؟ شوف أبو حمدي، إذا حدا بيسترجي يعتدي عليك أو على بستانك بدي أحسب الله ما خلقه. أنت حبيبي، أنت غالي علي، بعدين مولانا القائم مقام موصي فيك شخصيا. أبو تيسير حاجتك لف دوران، تفضل مسيك من ايدي مسيك. شو هدول؟ ال10 عصمليات يلي طلبتهم مني مشان ترجع تفتح المي على بستاني، لانه بصراحة انا رحت على البيت يعني راجعت نفسي ولقيت انه اذا بدفع لك ال10 عصمليات بكون انا الخسران. تفضل هاي الذهبات قدامك، بقى يا ريت تبعت حدا يفتح المي. ابو حمدي شو عم تحكي انت؟ شو 10 عصمليات ومي؟ انت شايف منامشي؟ شوف ابو تيسير، اذا كنت عم تراوغ مشان ترجع ترفع السعر ترى انا ما عاد اقدر ارفع ولا ليره زياده، واذا ما بتقبل بهذول ساعتها والله انا مضطر روح لعند مولانا القائم مقام واحكي له كل شيء،
واذا القائم المقام ما انصفني رح اروح وقابل الوالي. لك شو ارفع سعره ونزله؟ ابو حمدي شو عم تحكي انت؟ فهمني. لك مش قلت امبارح طلبت مني 10 عصمليات مشان ترجع تفتح المي على بستاني؟ انا؟ معقوله انا اعمل هيك فعل شنيع؟ يخرب بيتك يا ابو حمدي. ولك انا ممكن اعمل هيك شغله مع اي واحد بهالضيعه، بس معك ما بسترجي. لك شو نسيت يا ابو حمدي انه مولانا القائم مقام شخصيا وموصي فيه؟ بعدين تعال اقول لك، مين قال لك انه المي مقطوعه عن بستانك؟ هلق لا تخوثني يا ابو تيسير، انا شفتها بعيني مقطوعه واجيت لعندك مشان ترجع تفتح المي، طلبت مني 10 عصمليات لحتى ترجعها. لك اسمعوا على هالسمعة اسمعوا، لك اكيد انت بلشت تخرف يا ابو حمدي. روح على بستانك وشوف كيف المي عم تخدق خدق فيه. لك يا ابو حمدي معقولة انا اجي لعيني واقلعها؟ انت حبيبي، بعدين القائم مقام قلت لك موصي فيه. خذ مصرياتك خذ. سيدي هذا كل شيء سمعته بين ابو حمدي ورئيس المغفر. ورحتوا على البستان وتأكدتوا انه المي ما لها مقطوعة؟ نعم مولانا، رحنا وتأكدنا. صرف انت وياه، يعطيك العافية. شو يا ابو حمدي؟ هاي رئيس المخفر طلع بري؟ اقسم لكم بشرفي يا مولانا انه كل شيء قلت لكم اياه كان صحيح، واني ما كنت عم بكذب يا سيدي. هو اعترف لي بعظمة لسانه انه قطع المي، وهو بعظمة لسانه بعد طلب مني مصاري يا سيدي. شوف يا ابو حمدي، انا هلا ممكن احطك بالحبس بتهمة الافتراء على رجل من رجال قائم مقام، يعني الافتراء علي شخصيا، بس لاني بحبك ما رح احبسك، ويمكن اكتفي بس بتنفيذ الاتفاق اللي كان بيناتنا، واللي اول شرط اخر الرضا، مو هيك يا ابو حمدي؟ هيك يا مولانا هيك. مولانا رئيس المخفر برا بيطلب الاذن بالدخول. عال اجابته خليه يدخل. امرك مولانا. السلام على مولانا القائم مقام. وعليكم السلام. يخرب بيتك شو انت هون؟ ولك شو جاي تكمل تمليك علي؟ شو الموضوع يا ابو تيسير؟ يا مولانا، هذا الرجل اجى لعندي على المخفر، قال انه انا قاطع المي عن بستانه وما برجع له المي لحتى يعطيني 10 عصمليات ذهبيه. يا مولانا هذا بده يلطخ سمعتي ويسود صفحتي قدامكم. طمن يا ابو تيسير، انت ما حدا بيقدر يلطخ سمعتك او يسوي صفحتك قدامنا. انت سمعتك عنا مثل المسك وصفحتك ابيض من البياض. الله يخلي لنا اياكم يا مولانا ويقدرنا على خدمتكم وخدمه اهل الضيعه الدراويش. نحن درينا بموضوعك مع ابو حمدي، لهيك جبناه لعنا مشان نحقق معه. دريته؟ معقوله مولانا دريته؟ انا لسه ما حكيت القصه لحدا. فعلا يا مولانا انتم ما بتخفى عليكم خافيه. ايه معلوم معلوم. وطالما دريتوا بالقصه يا مولانا، فانا بدي تاخذ لي حقي من هالانسان المفتري هذا يلي حاول يهين كرامتي، ولذلك انا بدي شرفيتي يا مولاي. وقديش بدك شرفيتك؟ بدي البستان يا مولاي. لا ان شاء الله دخيلكم يا سيدي، كل شيء الا البستان. خذ روحي يا سيدي الله يخليك، بس البستان تركولي يا سيدي. إيه لا تخاف لا تخاف، انا ما راح اخذ البستان منك بلاش. صحيح انت حاولت تاذيني وتضرني، بس انا بدي اكون احسن منك. انا راح اعطيك حقه 100 عصمليه. وهيك يا ابو حمدي بيكون ابو تيسير ما خلى حدا يعتب عليه. هلا بتروح انت وياه على المخفر بيدفع لك 100 عصمليه وانت بتتنازل له على البستان. يلا الله معكم. وعلينا وقعنا. شهود حبيبي. ايوه برافو عليك. تفضل حبيبي. وهي توقيع الشهود اعطيه ابو تيسير. تفضل ابو حمدي. تعا ابو حمدي تعا وقع لي على هالتنازل عن الارض. لك شباك اضحكوا. يلا حبيبي وقع لي هون الشهود. لك يسلموا. وهي البيت عصبليه. تفضلوا مولانا.
هذا تنازل أبو حمدي عن البستان إلي، وكمان عندك تنازلي عن البستان إلك، وكل شي صار مثل ما بتأمره بالضبط. عفارم عفارم عليك يا أبو تيسير، أنت فعلا رجل ذكي ونشيط ومخلص، وأنا رضيان عنك كل الرضا. رضاكم يا مولانا هو أقصى مكافأة بطمح لها أنا.